أخبار اليوم. أخي وحبيبي وشقيقي، شقيق الكفاح، الكفاح وزميل الكفاح، السيد المحترم السيد الوزير الأستاذ الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية. يعني أنا كنت سعيد جدا إن أنا شفت حضرتك النهارده. السيد المستشار فرج حمودة رئيس مجلس إدارة نادي الحوار، السيد الأستاذ المحترم ممدوح فودة رئيس شرط نادي الحوار، اللي أنا سعدت جدا إن أنا شفت حضرتك النهاردة، لما سمعت عنك أنك رجل تعطي ولا تأخذ. السيد الدكتور فؤاد عبد السلام رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة، السيد المهندس هشام نصر نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أهلا بيك. السيد الدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، السيد المستشار بسام عبد الكريم نائب رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، اللاعبة المحترفة كابتن مصر هناء حمزة، الإعلامية الكبيرة أهلا بيك. السادة والسيدات الحضور جميعا، مش عايز انسى حد، بعد ما نسيت محدش يزعل مني، معلش يعني الاسماء، لكن كلكم ناس محترمين واهلا بيكم. تحيه اعزاز وتقدير لكم جميعا. اسمحوا لي في بدايه كلماتي ان ارحب بالساده الحضور، ويسعدني ويشرفني وجودي بينكم اليوم ومشاركتكم هذا الحفل الكريم والذي يقام على ارض محافظه القاهريه، كما يسعدني ان ارحب بهذه الكوكبه المحترمه من الرياضيين والاعلاميين الذين حضروا اليوم بهدف تكريم احد الانديه العريقه بمدينه المنصوره وهو نادي الحوار للالعاب الرياضيه، وذلك تقديرا للنجاحات التي حققها في المجالات الرياضيه المختلفه، كره اليد، الكره الطائره، الشطرنج، تنس الطاولة. حيث استطاع فرق النادي في هذه الألعاب أن تصعد إلى دوري ممتاز المحترفين على مستوى الجمهورية، وبهذه المناسبة أتقدم بخالص التهاني القلبية لأعضاء هذه الفرق بالنادي والقائمين عليها، وخالص التهنئة والتقدير لمجلس إدارة النادي المحترم الذي أتاح الفرصة لهذه الفرق أن تحقق تلك الإنجازات والتي تضاف إلى سجل نادي الحوار للألعاب الرياضية بمدينة المنصورة. وتبدو الإشارة لأن المحافظة بكامل أجهزتها ومن خلال مديرية الشباب والرياضة حريصة كل الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين في كافة المجالات والألعاب، فضلا عن الاهتمام بالشباب من خلال مراكز الشباب والأندية الرياضية على مستوى المحافظة باعتبارها المتنفس الرئيسي امام الشباب لثقل مواهبهم وتحقيق التفوق والنجاح في كافه المجالات الرياضيه. ولا يفوتني في هذا المقام التاكيد على ان محافظه القاهريه تضرب القدوه والمثل بابنائها الاعلام الذين أثروا كافة جوانب الحياة الفكرية والثقافية والسياسية والدينية والفنية. قبل أن أنهي كلمتي، أنا طبعاً ببارك وأهني كل الأجهزة التنفيذية وكل اللاعبين ومجلس الإدارة على هذا المجهود. إن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقكم جميعاً، ووفق محافظة القاهرة تكون أحسن محافظة إن شاء الله بإذن الله. واتمنى باذن الله ان يكون مصر بخير، وربنا يبلغنا رمضان ان شاء الله، واقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم.